السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من فضائيه العراق التربويه نرحب بطلبتنا الاعزاء بدرس من دروس الطبيعيات المرحله الثالثه الفرع الصناعي وفرع الحاسبات وتقنيه المعلومات. اليوم نكمل ما درسناه في الدروس السابقه الفصل الرابع وصلنا الى موضوع المحوله. ما هي المحوله؟ ما هي اساس عمله؟ ما هي اجزائها وما هي انواعها؟ آه لا يخلو بيت الآن من محولة، بل كل شخص الآن يمتلك محولة خاصة به اللي هي نسميها الشاحن آه اللي يشحن بيه الموبايل كذلك آه لا يخلو شارع من محولة في خطوط نقل الطاقة الكهربائية. آه نتعرف على هذه المحولة هي جهاز أو وسيلة هي جهاز أو وسيلة آه من آه أجهزة التيار المتناوب. تستعمل لرفع او خفض الفولتيه، اذا وظيفتها هي رفع او خفض الفولتيه. نلاحظ انه كل شخص الان يمتلك محوله، هذه المحوله تحول لي من المصدر 220 فولت الى 5 فولت اللي نشحن بها او 3 فولت اللي نشحن بها الموبايل. هذه المحوله خافضه اي تخفض الفولتيه من 220 الى 3 او 5 فولت. هذه المحوله تعمل حسب ظاهره الحث الكهرومغناطيسي بمبدا الحث المتبادل بين الملفين الاول والثاني، نلاحظ عزيز الطالب امامنا رسم توضيحي للمحوله، هذه المحوله تتكون من نواه، هذه النواه هي قلب حديدي تصنع من رقائق أو صفائح رقيقة معزولة، صفائح رقيقة معزولة ومكبوسة لتقليل التيارات الدوامة، احنا سبق درسنا بالفصل الثالث التيارات الدوامة، كذلك أن هذا القلب أو هذه النواة تصنع من الحديد المطاوع، لماذا من الحديد المطاوع؟ آه لأنه على نقلل من الخسائر الهسترة بسبب أن الحديد المطاوع يفقد المغناطيسية بسرعة ويكتسبها بسرعة إذا هذا هو القلب الحديدي أو قلب المحولة آه يصنع من الحديد المطاوع آه ثم يصنع أيضا من صفائح رقيقة مكبوسة ومعزولة عن بعضها كذلك المحوله تتالف من ملفين، ملف ابتدائي، هذا الملف الابتدائي نلاحظ انه يربط في مصدر الطاقه يعني بالكهرباء، يربط الى المصدر. وهذا الملف يسمى بالملف الابتدائي، والملف الاخر هو الملف الثانوي يربط اين؟ يربط في الحمل يعني بالجهاز، يربط بالحمل. نلاحظ أن هذه المحولة لا تحتوي على مفتاح تلقائي بسبب أن هذه المحولة تعتبر من أجهزة التيار المتناوب أي بمعنى أن المحولة لا تعمل على التيار المستمر بسبب أنه يجب أن يكون هنالك تغير مستمر بالتيار في سبيل أنه يكون هنالك تغير مستمر أيضا في الفيض المغناطيسي المجال المغناطيسي لكي تتولد قوه دافعه كهربائيه محتثه في الملف الثانوي. آه هذه هي المحوله وهذه هي اجزائها. آه المحوله قلنا لا يخلو بيت من محوله او كل شخص الان يمتلك آه هذه المحوله. ف السؤال يقول لماذا تعتبر المحول جهاز من أجهزة التيار المتناوب وهذا أيضا سؤال مهم جدا يجب أن الطالب يعرف أن المحولة لا تعمل على التيار المستمر لأن أساس عمل المحولة يعتمد على تغير التيار التغير المستمر بالتيار راح يسوي يولد لي, لي مجال مغناطيسي متغير بمعنى أنه راح يولد لي قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف الآخر بمعنى أن عملها هو نقل الطاقة من ملف إلى آخر فإذا كان التيار مستمر نلاحظ أنه ما راح يصير انتقال طاقة بين الملف الأول والملف الثاني إلا إذا حصل تغير بمن بالتيار فلهذا أن المحولة لا تعمل على التيار المستمر كذلك أن عندنا المحولات التردد العالي دائما ما يصنع النواة منها من مادة الفيرات ليش؟ بسبب أن هذه المادة تمتاز بمقاومة عالية نسبيا فتقول نسبة خسائر الهسترة وكذلك تمتاز بالنفوذية العالية المغناطيسية أهم قوانين محوله، آه هذه القوانين مهمه جدا راح نستعملها في حل الامثله ومسائل آه المحوله، نلاحظ انه آه لهذه المحوله عندي يوجد مجموعه من القوانين، هذه القوانين اولا نسبه التحويل، نسبه التحويل ألاحظ انه هي النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي بمعنى انه عدد لفات انتو إلى انوان انتو إلى n1 يعني عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي وهنا الطالب ايضا ينتبه انه يقدر أو يستطيع الطالب التعرف على نوعية أو نوع المحولة إذا كانت رافعة أو خافضة من عدد اللفات أينما يوجد عدد لفات أكثر توجد فولتية أكثر بمعنى أن العلاقة طردية حسب قانون فرداي أنه كلما زاد عدد اللفات زادت الفولتية المحتثة هذا قانون فرداي سبق أن درسناه بالفصل الثالث بمعنى أن الطالب يتعرف بسهولة إذا كانت هذه المحولة رافعة وخافضة من عدد اللفات كلما زاد عدد اللفات أصبح الفولتية المحتثة أكبر وكلما قل عدد اللفات أصبحت الفولتية قليلة بمعنى أنه أكو علاقة بين عدد اللفات والفولتية وهي علاقة طردية أي أنه عدد لفات الملف الثانوي على عدد ملفات الملف الابتدائي كنسبة فولتية الثانوي إلى فولتية الابتدائي وأيضا إحنا سبق درسنا أن القدرة قلنا القدرة هي حاصل ضرب التيار في الفولتية هنا لو ألاحظ عندي نوع من القدرة القدرة الابتدائية المرتبطة بالملف الابتدائي هي حاصل ضرب الفولتية الابتدائية في التيار الابتدائي كذلك القدرة الثانوية المرتبطة بالملف الثانوي هي حاصل ضرب الفولتية الثانوية في التيار الثانوي. جميع المحولات يوجد بها خسائر يسمى خسائر القدرة أو خسارة الطاقة. أين تذهب هذه الخسائر؟ قلنا يا أما بالأسلاك النحاسية أو بالهسترة أو بالتيارات الدوامة وأيضا راح نشرحها بصورة مفصلة. لكن أنا شلون أقدر استخرج نسبة الطاقة الضائعة أو القدرة الضائعة، أني عندي قدرة ابتدائية وقدرة ثانوية، إذا القدرة الضائعة هي القدرة الابتدائية ناقص القدرة الثانوية، وهنا أيضا ينتبه الطالب أنه دائما تكون القدرة الابتدائية أكبر من القدرة الثانوية إلا في حالة واحدة عندما تكون المحولة مثالية وهذه ايضا حاله نادره جدا او صعبه جدا. طيب، من اهم قوانين المحوله هي الكفاءه. كفاءه المحوله، وهذا تقريبا هذا القانون في جميع مسائل وامثله المحوله يطبق. الكفاءه هي القدره الثانويه على القدره الابتدائيه في 100%، القدره الثانويه على القدرة الابتدائية في مية بالمية وهنا الطالب ينتبه لي أنه دائما بالأسئلة ما ينطيق قدرة لكن أنت تستطيع استخراج أي نوع من القدرة في حالة أنه توفر الفولتية والتيار بمعنى أن القدرة, القدرة الابتدائية هي الفولتية الابتدائية في التيار الابتدائي والقدرة الثانوية هي الفولتية الثانوية في التيار الثانوي فهذا قانون الكفاءة جدا مهم هو قدرة الملف الثانوي على قدرة الملف الابتدائي في مية بالمية وفي حالات نادرة جدا في حالة أن كون أن المحولة مثالية بمعنى أن كفاءتها مية بالمية وقلنا إحنا هذه حالة صعبة جدا لأنه يوجد هنالك خسائر بالمحولة بهالحالة أنه راح تتساوى القدرة الابتدائية مع القدرة الثانوية بمعنى أنه التيار الفولتية الابتدائية في التيار الابتدائي راح يساوي لي الفولتية الثانوية في التيار الثانوي وقلنا هي حالة مستحيلة تقريبا لأن جميع المحولات لها خسائر وهذه الخسائر تذهب في ثلاثة أماكن الأولى هي في الأسلاك النحاسية والثانية في التيارات الدوامة والثالثة في الهسترة هذا فيما يخص قوانين المحولة نسبة التحول أنتو على n1 وهنالك علاقة طردية بين العدد اللفات والفولتية نقول أنتو على أنوان كنسبة V2 على V1 حسب قانون فاراداي كذلك أن القدرة V1 في I1 هي القدرة الابتدائية وفي 2 في i 2 هي القدره الثانويه والقدره لوست يعني الضائعة هي القدرة الابتدائية ناقص القدرة الثانوية ودائما نقول إحنا القدرة الابتدائية أكبر من القدرة الثانوية إلا في حالة واحدة كفاءة المحولة قلنا من أهم قوانين المحولة هي القدرة الثانوية على القدرة الابتدائية في مية بالمية هذا فيما يخص قوانين المحولة إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم آملين اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته